السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة جالنا اتصال ان في افعى هنا. طبعا يا جماعة باين اهي. هي كبيرة ولا مش كبيرة؟ يعني مش كبيرة جوه، لما طلعت في وشي لما طلعت في وشي كريم والله. طب امسك كده واحد، امسك امسك واحد، امسك التليفون كده صورني. خلاص بس ما تمسك عشان كده انت بتعمل كده. هات الفاس اهو. هاي ما بس اهم حاجه بس تطلع من هنا، من هذا كده تطلع على الطرق. هنا هذا ايوه هنا ايوه هنا ايوه هنا ايوه ايوه هنا ظهرها وظهرها ظهرها. انت عامل كده ازاي؟ بص المخه دي مخه. بص يا بيت الصورة بيني؟ اه بيني. هذا الفرس بتاع الصورة. وحاجة غريبة هي مجرد فاس صور الفرس بس. فرس يا اخي لا لا الفرس خوف مني. صفرة بالتلوسخ ده؟ لا مش مالكش دعوه باللون. اه صغيرة كما اقول. شو بدكوا في ده؟ خلاص في الرجل لا ما رضيش يطلعوا، لا ما رضيش يطلعوا. هات يا اخويا انت جرب يا محمد. هو صغيره أفعى حج ده. اي حد لو شاف كان قال حنش. اه حجم صغير ما نطت في وشي. انا عرفت ده خيبك، ده نطت في وشي، ده كانت خلاص جربت على وشي. انت تحمد ربنا والله متدربه. دماغك وجعتها من رفع. خلي بالك لو جاب لك الحاجه دي بعد كده اوعى تتعامل معاها خالص، مالكش دعوه بيا. اوعى تتعامل معاها، لان لو لو فكرت يا تضربها تموتها، بس اوعى تتعامل معاها. انا كنت هنقتلها بارو وقال لي لا. هات المفتاح بارو لنا من المكان، المفتاح بتاع اللي في التوك توك. امسك كده معاك، اشيل ايدك منه عشان تعالى يا بطل. صورنا احمد، صورنا احمد. طب جرب فرح. صور انت تعالى صور 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 في الحجم يعني. حازم بقى تضل، ما تخليش تضل يجي عشان بص ايه دي السام، الانياب بتاعتها يعني. انياب السام، شوف السام. اه يا نهار اسود.
بس حجم قد ايه بس ممكن تقتل خمس رجال الا ده واحد. السمك طالع من ايه؟ ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا.